Aujourd'hui, au Maroc, ici, on est en train d'apprendre c'est quoi l'islam, c'est quoi le vrai visage de l'islam et c'est quoi la tolérance religieuse. On est en train d'apprendre tout ceci ici au Maroc. Vraiment, on se sent très bien à l'aise dans, au Maroc ici et parce que ça nous apporte beaucoup, beaucoup de choses. Wallah, nahnu nashkur jalalat al-malik wa nad'u lahu bitoul al-umr ma'a al-tawfiq. هذا المعهد حقيقة يلعب دور عظيم وكبير في التعايش السلمي وتقارب وجهات النظر بين الأفارقة وتوضيح الإسلام الوسطي. نحن الإسلام يدعو إلى الوسطية وهذا المعهد أساسه أساس الوسطية. فنحن حقيقة فرحون جدا وممتنون لسماحة وجلالة سيدي ومولاي أمير المؤمنين الملك محمد السادس بأنه أتاح لنا هذه الفرصة السعيدة والسانحة الطيبة لنستفيد ونتبادل الخبرات مع إخوتنا الأفارقة. شنا هو التعليم اللي تاخذوا من هذا المعهد محمد السادس لتكوين الأئمة؟ يعني تكوين أساسي كناخذوا علوم شرعية بصفة عامة، علوم القرآن، علوم الحديث، يعني علوم شرعية بصفة عامة كلها. بعد التكوين ديال السنه فين تتمشيو؟ نخدموا كمرشدات. فين؟ مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. عندكم التعيينات ديالكم في المساجد في فين؟ مساجد. فين تتزاولوا؟ مساجد. عطينا مثال مثلا من مثال من العمل اللي غتقوموا به. التاطير ديال مثلا ديال المحو الاميه مثلا ولا المهم تأثر بصفة عامة. العناصر التي تركز عليها هذا المركز الذي ينهجها كمنهجا أساسيا وفي تطهير أئمة يعني يبينون للناس الحق ويحافظون على ما تعلموه عن آبائهم وأجدادهم ويحافظون على ثوابت هذه الأمة التي تتمثل في عقيدتنا الأشعرية وفي مذهبنا المالكي وفي التصوف المغربي أو التصوف السني وفي إمارة المؤمنين. Cette formation à l'Institut Mohamed VI ici, c'est une formation qui est la bienvenue. C'est une formation qui forme les murshidines et les murshidates de tous les pays d'Afrique avec les murshidines de Maghreb, Inch'Allah. C'est une formation qui forme les imams et les murshidates sur l'islam authentique. Voilà comment est fondé l'islam. On nous apprend les bases de l'islam, comment il faut s'entraider, s'aimer entre nous les frères musulmans. Voilà, c'est une formation qui forme très bien, qui est la bienvenue.